سامع الجمال والعظمة، أحلى ثلاث وأربع في الدنيا أقسم بالله. خميس كمان يا حاج باسل، وعندك تصوير التلات أيام الجايين. يا عم سيبنا عيش اللحظة. مفيش لحظات يا عم، يلا ورانا شغل وبعد إذنك هات البتاع ده عشان المفروض يتحط في الديكور. بص بقى، أنا جاي أدردش معاكوا في بداية مشوار الملكي في الأبطال، وبداية مبابي في المشوار للقبه الأول في البطولة، وتألق رودريجو، هل فعلاً هيمشي ولا إيه الكلام؟ ده غير إندريك وجمال إندريك، وأكيد طبعاً مش هننسى نتكلم عن قمة اليوم بين ميلان وليفربول، وكمان مش هنسى أتكلم عن السفاح اللي اسمه هاري كين ده، نخلص من هالاند في الدوري الإنجليزي يطلع لنا كام في الأبطال. تعالى بقى أقول لك الخلاصة، بس ما تنساش كده في الأول تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يعني استحمل شوية، الدوري غير الدولي. يعني لو يسمح لي حمود اتكلم عن ريال مدريد، فانا بصراحه عايز اتكلم على شويه نقط، وبصراحه هدخل بقى في الموضوع على طول لاني مش محتاج افكرك ان في البطوله دي ريال مدريد ما بيخسرش. حلو بقى وحش، الفريق اللي قصاده جامد جاي من المريخ، كده كده هنلاقي جمهوره في الاخر بيحتفل. خلينا بقى ندخل في المهم. المفروض دلوقتي كان زماني بكلمك على بدايه مشوار مبابي مع الملكي في الابطال، وان السادسه عشر للملكي هتكون بطعم وتحدي البطوله الاولى لكليان، بس انا بصراحه مش مبسوط لان الفريق فعلا فيه مشاكل كتير، ولو الموضوع فضل كده لا هيبقى فيها ابطال ولا ليجا ولا كاس الملك حتى. وسريعا يعني بالنسبه لمبابي، فانا بصراحه شايف انه عمل اللي عليه. في الشوط الاول حاول رقص وشاط، لكن نوبل حارس شتوتغارت كان للكره بالمرصاد، وبعد 23 ثانيه من الشوط الثاني النينجا بيستغل هديه رودريجو وحط الفريق في المقدمه عشان يكون ده اسرع هدف في تاريخ ريال مدريد في الشوط الثاني في دوري الابطال. لكن زي ما ده حصل برضو كان في اكتر من لقطه كان فيها سوء تفاهم بينه وبين فيني، وده معناه ان الانسجام بينهم لسه ما جاش، او على الاقل لسه مش في افضل حالات. وكمان تحس بصراحه ان مبابي بيلعب بالهواجه كده، كور كتير قدام الجون ومواقف واحد على واحد اللي هي المفروض اصلا لعبته كانت بتضيع بسهوله جدا، ودي مشكله من المشاكل اللي بقول لك عليها. المشكله الاهم بقى هي نص الملعب. لو انا جيت سالتك دلوقتي عن ماتش ريال مدريد وشتوتغارت هترد تقول لي ايه؟ اكيد هتقولي انه كان ماتش مثير رايح جاي وفيها هجمات على الاطراف من الفرقتين. هقول لك بس ما هي دي الكارثه، هجمات في ظهر نص ملعب ريال مدريد اللي كان فيه شوارع ممكن اتمشى فيها انا وتيفا ومحدش هيقول لنا حاجه، وده على الرغم من رجوع تشواميني وبيلينجهام من الاصابه. بس الامانه الاثنين ما كانوش في افضل احوالهم، عشان كده في الاخر الريال كان خسران معركه الاستحواذ جوه البرنابيو، ودي مش حاجه معتاده خالص. بس شتوتغارت قدر يعملها بعد عودته للبطوله بعد غياب اكتر من 10 سنين، وكالعاده يعني ما خسرت معركه خط الوسط دي في كل مره انشيلوتي بيشوف هو بيلعب مين ويقوم مخرجه وينزل اللي على الدكه، زي ما حصل كده في تغييره مودريتش وبعد جولر، ودي كلها اجتهادات لتعويض كروس. وانا عارف ان حمود قال لك على حوار كروس ده كتير، بس دي فعلا مشكله متكرره، وكنا بنقول ان حلها في سيبايوس بس اتصاب. فالامل بقى هيكون في كامافينجا لما يرجع من الاصابه. وبرده لازم نتكلم شويه عن مشاكل الدفاع. كارفخال اللي زي السنه اللي فاتت بتلجا له احيانا في قلب الدفاع، بس الفرق الوحيد ان السنه اللي فاتت كنت بتعملها نادرا قوي لان كان عندك ناتشو يقدر ينزل يعوض غياب اي لاعب، لكن مع رحيله للسعوديه وعدم اقتناع انشيلوتي في فايخ وشكلنا هنشوف السيناريو ده كتير السنه دي. ولازم تبقى مستعد بقى لان لو الخصم اقوى من شتوتغارت انا مش عارف النتيجه ممكن تبقى عامله ازاي، هسيبها لخيالك. وطبعا كورتوا مش محتاج مني كلام كالعاده، هو المنقذ، بس يا ترى هيفضل ينقذك لاخر الموسم؟ وعلى سيره الانقاذ بقى، فرودريجو ليه تحيه كبيره قوي كالعاده، نجم كبير وبيرد على الانتقادات في الملعب وبيقول ان لازم الكادر يساعد كل وادخل فينا كمان، لان احيانا الار هتكون اهم من البي ام في. وبيني وبينك كانت لقطه حلوه من بيلي لما دخل علق له على الانستجرام وقال له مين الحنقه اللي ممكن ينسوا الار دول، قائد وشخصيه الواد بيلي ده. برضه اندريك بقى ده حكايه ثقه ومحاربه على الفرصه، لو دقيقه هنزل واسجل ولو 10 دقايق هجيب جون اسطوري. فهل بقى الكادر في الصوره لازم يساعه هو كمان قريب؟ مش هطول عليك، نروح بقى الكادر ميلان وليفربول. واحده من المواجهات التاريخيه بين عملاقين في دوري ابطال اوروبا، 13 لقب دوري ابطال للفرقتين امبارح كانوا على ارض الملعب. الريدز بيفوزوا على البيج ميلان 3-1 في السان سيرو، ومفيش احلى من عوده الريدز للابطال والله. بدايه قويه من الميلان وتراخي من دفاع ليفربول وجون من بوليزيتش في اول 3 دقائق، لكن رد فعل سلوت وفريقه كان قوي بصراحه، لكن رجعوا بثلاثيه عشان ياخدوا اول 3 نقط في اصعب ماتش خارج ارضهم. وتعالى كده نبص بصه على التفاصيل، تغييرين بس في تشكيله الفريق عن ماتش نوتنجهام، كان ابرزهم لاعب الهولندي جاكبو مكان المتالق لويس دياز. سلوت كان لعب بنفس الثلاثي الامامي في اول 4 جولات من البريمير ليج، لكن مع تالق الهولندي فدياز لازم يخاف على مكانه اللي على الاقل هيتشاركوا فيه حبه لحد ما سلوت يقرر مين فيهم الاساسي. مع كلوب جاكبو نادرا لما كان بيلعب جناح شمال، لكن مع تالقه في اليورو مع هولندا في المركز ده خلت سلوت يقول لك طب ما نجرب احنا كمان، لكنه الحقيقه شكله هيمسك في الفرصه ويمكن يستغلها. بعيدا بقى عن جاكبو، انا عايز اسالك سؤال، هو ليفربول محتاج مهاجمين فعلا؟ هدفين نسخه طبق الاصل من قلبين الدفاع فان دايك وكوناتيه،
عليه، وكانوا من عرضيتين من الظاهرين، واحده من ارنولد والثانيه من سيميكاس. فهل ده شغل جديد من سلوت في السيت بيسز؟ فاستغلال الضربات الثابته ده ما بيفكركش بحاجه؟ ايوه الله ينور عليك. ارسنال اتكلمنا احنا في النقطه دي في حلقه البريمير ليج اللي فاتت لو فاكر. ميلان حاول بال4 2 4 ان هو يقفل المساحات على ليفربول، لكن جرافنبرخ وماكاليستر كان ليهم الحقيقه الفضل في كسر التكتلات دي، سواء بتحركاتهم بين الخطوط لما لعيبه ميلان تكون رايحه تضغط على حامل الكوره، او بتمريراتهم لما الكوره تبقى معاهم. ويحسب لسلوت انه برغم من البدايه الضعيفه في الماتش لكن الفريق رجع يتماسك تاني. اللعيبه حاولوا يبنوا اللعب واستنوا الفرصه اللي دفاعات ميلان فيها تتهز عشان يبداوا يهاجموا. اجمالا كانت بدايه موفقه من سلوت وليفربول، وكانت مهمه جدا خصوصا بعد خساره ماتش نوتنغهام في الدوري. وسقوط الميلان لازم يتعافى منه بسرعه وما يفكرش فيه كتير لانه الموسم لسه طويل قوي. في اليوم الاول من ليالي الابطال شفنا بدايه اسطوريه من بايرن كومباني باكبر فوز في تاريخ دوري الابطال 9-2 على دينامو زغرب الكرواتي، مع جولين ملغيين كمان من الفار، يعني النتيجه كان عادي جدا تبقى 11. سجل منهم السفاح هاري كين سوبر هاتريك. كمان بدايه اليوفي مع تياجو موتا كانت قويه بصراحه، وفازوا بثلاثيه على ايندوفن الهولندي. تيفا انا كده خلصت كلام على دوري الابطال، عايز مني حاجه تاني؟ يا عم خلاص ما تزقش هختم. بس يا سيدي انا كده خلصت كلامي عن اول ليالي الابطال، ويا رب كتر من لياليه. وخلاص يا سيدي عشان ما اطولش عليك، بس ما تنساش بقى تظبطني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. سلام. يعني استحمل شويه، الدوري غير الدولي.